ايه الصوت ده؟ راندا، هو في حد هنا؟ هو انا شنطتي فين؟ والموبايل بتاعي؟ الموبايل اهو، الشنطة اهي. عايز اقعد اعمل مكالمة لصاحبتي عشان خاطر تستناني بقى، او لا اقول لها بدل ما نطلع تجيب هنحطه بالبيتزا ونقعد هنا في البيت ناكلها. الو، مطعم البيتزا؟ انا محتاجة 2 بيتزا وتكون كبيرة. انا مستنية بقى، يا رب يجوا بسرعة عشان انا جعانة. عريس مين يا حبيبي؟ انت رحلة الساعي. عريس ايه؟ انت عبيطة؟ وجايب لي شبكة، وجايب لي شبكة. ايه ده بس، ما تفضحيناش، هتفضحيني. والله ما اسيبك، ده انت عريس. والله ما تسيبيني من، انا متجوز. والساعي بس اهدي، طلعيني يا عم. متجوز ايه يا عم؟ بقول لك انا عروس. يا ست انت شفت انا فيها كده ليه؟ والساعي يخرب بيتك. عريس والله، وشكلك حلو. شكلي حلو مين؟ سيب الخمار بتاع يا ست. والساعي روح، انا كنت جايب لكم اوردر. قمر يخرب بيتك، يخرب بيتك. خنكتين وسع، ربنا وعدني بواحدة عبيطة كده. طلعيني، استنى فين وسع؟ تلبسيني نصيبة. طب يلا لبسيني. لبسها لك فين وسع؟ هلبسها لك بعدين. الله، هلبسها لك بعدين. هلبسها لك بعدين والنعمة. اديني بس البنين لبسها يا ستي. وسعي، طلعيني. الله يرضى عليك، هتفضحيني يا عم. طب اقعد بس، اقعد بس يا ستي. وسعي بس، الله يخليك. طب وريني شبكتي. انت تعرفيني شبكتك منين؟ انا متجوز. متجوز؟ اتجوز 2. لا انا عايز واحده بس. يا اتجوز 2. الثانيه ما عجباني يا ست. اتجوز 2. استنى استنى. السلام عليكم. استنى استنى استنى، مين ده؟ ده عريس. عريسها. انا عريسها. الف مبروك. الله يبارك فيك يا عم الحاج. وجايب لي الشبكه بتاعتي. الشبكه بتاعتها بس بالراحه. انت بتاخدها كده ليه؟ بص يا عم الحاج، انا رديت في كلام الصراحه وعايز نطلع. طب وريني الشبكه. ما عجبتنيش العروسه. لا ده حلوه الشبكه. ما تعطي يا معلم يا حرامي.